السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة هناخد تحليل مقدار ثلاثي بسيط. حصة النهاردة مكونة من 3 أجزاء، إزاي تحلله، إزاي تعرف إن المقدار ده مربع كامل ولا لأ، إزاي تجيب الحد الناقص. إزاي نحلل الأول؟ بيكون يا شباب الرقم الأولاني أو الحد الأولاني لجذر تربيعي، والحد الأخير لجذر تربيعي، وبيكون دايما موجب. يعني ده لازم يكون موجب، ده لازم يكون موجب، ده يكون له جذر، ده يكون له جذر. أول حاجة هعلمها لك انت ازاي تحلله، بعد كده هعلمك انت تبص له تعرف هو مربع كامل ولا لا. بنحلله ازاي؟ جبنا جذر الأول س، جبنا جذر الأخير 2، وبناخد إشارة النص أس 2، كده يبقى أنا حللته. تاني، س تربيع زائد 12 س زائد 36، بنجيب جذر الأولاني ونجيب جذر الأخراني وإشارة النص، الكل أس 2. كمان مرة، أ تربيع ناقص 2 ألف زائد 1، الأول ليه جذر ألف والأخير ليه جذر 1 وإشارة النص سالب، الكل أس 2. كمان مرة، بنجيب الجذر للأول والجذر للأخير وإشارة النص، الكل أس 2. كمان مرة، جذر الأول 1، جذر الأخير 5 ألف أس 2، إشارة النص أس 2. طب أنا علمتك إزاي تحلل، أنت تعرف إن ممكن المسألة ما تكونش مربع كامل وتكون أنت حللت غلط؟ إزاي تعرف الكلام ده؟ قالك أنت بتعرف ب3 حاجات، علشان يكون العدد ده مربع كامل لازم يحصل معاك 3 حاجات. الحاجة الأولى إن الحد الأولاني يكون له جذر، الحد الأول له جذر. هنا الحد الأول جذره كام؟ جذره 2 ألف، يبقى كده مظبوط. ما كده خلاص يا أستاذ، لازم ال3 حدود. الحد الثاني لازم يكون 2 جذر الأول في جذر الأخير، يعني 2 في جذر الأول 2 ألف في جذر الأخير 3، 3 في 4 ب12 ألف، وده برضو صح. الأخير 9 جذر 9 3، برضو صح. يبقى العدد ده مربع كامل. علشان تعرف إن العدد مربع كامل لازم يكون الأول ليه جذر والأخير ليه جذر، وتجيب 2 في جذر الأول في جذر الأخير يديك الحد الأوسط. حلل 4 على 25 س تربيع ناقص 1 على 10 س زائد 1 على 64. الأول ليه جذر، الأخير ليه جذر، تمام؟ جذر الأول في الثاني في 2، بنجيب جذر الأول 2 على 5 س ناقص الشرط المنتصف 1 على 8، الكل أس 2. المسألة اللي بعد كده، 1 من 100 دي معناها 1 على 100، ودي 2 على 10 زائد 1. لما نجيب جذر الأول 1 على 10، نجيب جذر الأخير 1، ونحط إشارة المنتصف، الكل أس 2. أكمل إذا كانت المقادير مربع كامل. في المربع الكامل يا شباب ممكن يشيل منك حد من الحدود ويقول لك هاته. طب هنجيبه ازاي؟ قال كل حد من ده ليه قانون. لو انا كنت عاوز الحد الاول، الاوسط اس 2 على 4 في الحد الاخير، ده قانون. طب لو كنت عايز اللي في النص، موجب او سالب 2 جذر الاول في جذر الاخير، ده قانون الحد الأوسط.
طب ده قانون الحد الأخير، الأوسط أس 2 على 4 في الحد الأول. تاني يا شباب، هيجي يشيل منك حد ويقول لك هاته، هتجيبه ازاي؟ في قوانين، قانون الحد الأول وقانون الحد الأوسط وقانون الحد الأخير. أنا عايز هنا الحد الأول، هنطبق في القانون، يبقى بيساوي الأوسط أس 2 على 4 في الحد الأخير. الستاشر راحت مع الستاشر بقى في سين تربيع، يبقى الخانة اللي هنا دي سين تربيع. طب في المسألة التانية هنطبق في القانون، هتبقى 2 جذر الأول في جذر الأخير، هتساوي الاتنين في 3 جذر 9 3، يبقى 6 سين. اللي بعدها أنا عاوز الحد الأخير، هيكون الأوسط أس 2 على 4 في الحد الأول، دول راحوا 64 على 4 فيها 16، يبقى دي طلعت ب 16. أو الكافة التي تجعل المقدار مربع كامل، ده في الأولى. إنما في الثانية أوجد كافة التي تجعل المقدار قابلا للتحليل، في فرق شاسع ما بينهم. ده مربع كامل، يبقى هتستخدم قانون من التلاتة اللي قلنا عليهم دلوقتي. يبقى أنا هستخدم قانون الحد الأوسط، يبقى سالب كاف س بيساوي سالب 2 جذر الأول في جذر الأخير. كاف س بتساوي 2 في س في 2، الس راحت، يبقى كاف بتساوي 4، يبقى أنا كده جبت له قيمة كاف. طب المسألة التانية دي هتتحل إزاي؟ دي هتتحل بالدرس الأول، أول درس. هو عاوز قيمة كاف اللي تخلي لي المقدار ده قابلا للتحليل. كاف دي مكان جمع الجذرين أو مكان جمع العددين. الأربعة دي كانت كام في كام؟ الأربعة كانت لا إما الواحد في 4 لا إما الاتنين في 2. إذا كان الأخير موجب، الاتنين بياخدوا الشرط المنتصف، يبقى الكاف لا إما بتساوي سالب 5 أو الكاف بتساوي سالب 4، يبقى مجموعة الحل سالب 5 وسالب 4. أو الكافة التي تجعل المقدار مربع كامل، هي كاف هنا الحد كام؟ كاف الحد الأخير، يبقى نكتب قانون الحد الأخير، الأوسط أس 2 على 4 في الحد الأول، دول راحوا، يبقى الناتج 1 على 16. السؤال الأول في الواجب كان بيقول 5 س تربيع زائد 4 س ناقص 12، كنا بنحلل بالمقص، 5 س في س، ال 12 لا إما 3 في 4 لا إما ال 4 في 3 لا إما ال 2 في 6 لا إما ال 6 في 2، نجرب دول، طبعا لسه في الواحد في 12، الأخير سالب الكبير ياخد النص والتاني عكسه. في 5 هي الكبيرة، لو جينا هنا قلنا 10 ناقص 6 هتديني موجب 4، يبقى هو ده التحليل السليم، يبقى الناتج 5 س ناقص 6 في س زائد 2. السؤال الثاني في الوالد كنا بنمسك ال 6 نفكها 2 أ في 3 أ وال ب ب في ب، أو 1 أ في 6 أ وال ب ب في ب، الاثنين موجب إنهم اللي هيدوني 5، كده 2 و 3 5 هو ده الاختيار السليم، يبقى الناتج 2 أ زائد ب و 3 أ زائد ب. كنا بنمسك ده نحلله 5 س في س،
طبعا هو قال الخمسه س معاها سبعه، يبقى هنا واحد، لان السبعه دي السبعه في واحد. دخل اشاره النص التاني عكسه، يبقى العامل الاخر هيكون س زائد واحد. نتمنى ان نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمه الله.